طيب الفقرة الثانية مثل ما قلت لك هذه خلصناها travels. عندك now he now، إذا الآن في هذه اللحظة هو قاعد يسوي شيء. وش هو هذا الشيء؟ إنه studying. إذا مهي هذه عرفتي إنها ing، طب ليش ما حطيت is studying و is studying؟ هذه من chart ال ing. عندكم chart طريقة إضافة ing للأفعال اللي تنتهي بواي، ما تغيرين الواي، تضيفين ing بدون تغيير. هنا غيرها، إذا هذه غلط. طيب ليش استبعدنا ال present simple ثاني مرة؟ لأن الحين هو قاعد يسوي شيء، إذا لازم ing مو present simple. وليش استبعدنا ذي؟ لأن السبيلينج غلط، لما يكون عندي كلمة منتهية بواي أضيف لها ing بدون تغيير. طيب نشوف الفقرة الثالثة. فراغ the phone in your office working ing now. فهنا واضح أنك راح تستعملين إيش؟ راح تستعملين لا إله إلا الله progressive present progressive. من نفس الشارت صفحة ثلاثة راح تحصلين هذا الشرح هنا في جي، كأنه جاب لك فراغ the teacher speaking right now. فأنت عندك دلالة أنه شيء قاعد يحصل في هذه اللحظة وأنه in ing. إذن هنا وش السؤال اللي بتستعملينه أو راح تسألين بأي صيغة؟ ب verb to be اللي هو is. مثلا are we studying right now؟ Are they studying right now? Were they? Was I? وهكذا تسألين ب verb to be. احذفوا was where لأن إحنا الحين قاعدين نتكلم عن present progressive. طيب إذا هنا راح نقول is، راح نسأل بصيغة is the phone working now. طيب أنا سألت ب is، أكيد الجواب لازم يكون فيه is. yes it is. ما اختصرت. شوفي هنا it is غلط. ليش؟ لأنه فيها اختصار. طبعا الأولى قلنا is خلاص يعني بتستبعدين does ذي، عندك ذي وذي وذي. ليش ما اخترت ذي؟ لأن فيها اختصار. أنا ما أختصر لما الإجابة تكون yes، والاختصار يصير إلزامي لما الإجابة تكون no، فهذه غلط. وdoes غلط. ليش؟ لأن أنا سألت بis ما أجيب بdoes، فتبقى لي the. طيب الرابعة our grammar book فراغ 14 chapter and we the 5 this semester. طيب أول وحدة واضح أنك تتكلمين عن إيش؟ fact حقيقة present simple has. اصلا هنا ما راح تحتارين simple ولا progressive. ليش؟ لان الخيارات عن الفعل has have هذا من non action verb، يعني ما راح يجي ing الا اذا جاء بمعنى امضاء. راح انزل شرح هذا الشيء في التليجرام. our grammar book مفرد، اذا راح ياخذ has. تستبعدين have، تستبعدين have. has are studying، has studies. طيب and we the first five this semester. we are studying ولا we studies؟ لا we are studying. مو بس عشان this semester، ممكن يعني عادة تكون طول السمستر، يعني لا تقولين this semester يعني الحين، مو بس عشان كذا. إنما يعني اللي أبي أقوله إن this semester مو بشرط يعني في هذه اللحظة، وانه عشان كذا حطينا بروغرسيف. لا في شيء ثاني اللي هو انك لو حطيتي present simple معناتها هذه عادة او حقيقة او شيء لا خلاف فيه انهم يدرسون 5 chapters هذا السمستر، وهذا مو بعادة انما شيء قاعدين يسوونه الحين. ممكن يتغير السنة الجاية، ممكن يتغير اللي بعدها. يعني present simple اشياء ثابتة، مثلا انتي تتروشين كل صباح، شيء ثابت عادة طبع فيك. she takes shower every morning، فهنا استعملت present simple. لكن لو قلت حقيقة ان الشمس تشرق
the sun rises حقيقة ما فيها خلاف، لكن إنك تدرسين 5 فصول كل سمستر شيء ممكن يتغير، فعشان كذا استعملنا present progressive، وكمان لأنه قال لي this semester يعني الآن. طيب yes هنا يبي ركزي، عندك سؤال، شوف الخيارات هل في شيء مهو بسؤال. طبعا أنا أعرف في السؤال لو جيت عند نفس الشارت في الجملة اللي statements I am reading فاعل verb to be فعل، لو جيت أبي أحولها إلى سؤال الـ verb to be والـ subject أشقلبهم أعكسهم بتصير am I reading. شوفي كيف تغيرت الترتيب. فأنت في الخيارات لما يجيك شيء يبيك تسألين سؤال ركزي على مين اللي يبدأ بالـ verb to be، أما اللي يبدأ بالفعل مثل هنا the students are بدأ بالفعل بعدين حط لك الفاعل، هذه غلط لأن هذه جملة إثبات statement ما هي صيغة سؤال. طيب yes there is a lot of traffic on the main Khres road. طيب وش بتسألين؟ do the student late. طبعا هنا ركزي late وش هي؟ late صفة مو بفعل، صفة. أنا لما أسأل عن الصفات كأني أسأل عن simple present، ما أجيب auxiliary، ما أجيب do does وذي، ما أجيبهم. do does يجون مع الفعل، مع فعل أساسي مو مع صفة. فأنا لما أسأل عن صفة أستعمل is are was where verb to be. do ما تصلح، ليش؟ لأني أسأل عن صفة. طيب the is the students late غلط، ليش؟ لأن students جمع واستعملت معها is، الجمع استعمل معه are، هذه الصح. طيب wait هذه بتحصلونها في بيتر نوتس لما يجيك wait hi wow وهذه الأشياء اللي في المحادثات، هذه تدل على أنه المحادثة هذه قاعد تصير الحين في هذه اللحظة. the fire alarm is ringing خلاص واضحة، ليش؟ لأن هذا شيء قاعد يحصل الآن، ما راح أقول rings، لو حطيت rings كأني كأني أقول إنها دائما كذا عادتها أو حقيقتها إنها دائما ترن. طب هنا ليش ما قلت دائما يحصل بهذه اللحظة؟ so we need to leave the building، ليش ما قلت needing؟ لأن need من الـ non-action verb. my best friend is at home on weekends يعني أنا أتكلم عن شيء دائما يحصل، افهمي الجملة. she visits her family in Dammam. وش يعني إيش؟ يعني هي ما هي في البيت، هي في الدمام، أو في الويكندات هي ما تكون في البيت تكون في الدمام، فأنت هنا تبغين تنفين كل الأشياء اللي هنا جت في النفي أو النيجاتيف. دقيقة خليني أفتحها لك. اللي هي لا دقيقة أيوة هذه frequency adverbs ركزي، يقول لك ذولا عادي يجون في بداية ونهاية الجملة، ذولا النيجاتيف ما يجون إلا في نص الجملة. طيب يعني إيش هذا الكلام؟ هنا في الجملة حقتك معليش على الحوسة، في الجملة حقتك هنا ويني بعد بسم الله ويني معليش جدا على اي هنا في الجملة الخامسة يقول لك مثلا الحين انت لا والله السابعة الحين انت عندك verb to be ويبيك تحطين frequency وما عندك فعل، مين الفعل الأساسي؟ verb to be. طيب خلاص اعرفي الترتيب هذا، لما تجيبين شيء موجب positive أو إثباتي مو بنفي بتجيبين فاعل بعدين frequency بعدين الفعل الأساسي وراح يكون بال present simple. طيب لو ما عندك فعل عندك verb to be
ما راح الفريكوينسي يصير قبل الفعل، لا بيصير بعده. شوفي هنا الفعل to be بعدين الفريكوينسي. هل في فعل ثاني on time؟ مو بفعل، ما في فعل ثاني. فإذا ركزي، هل الفعل اللي عندك أساسي جي بي always قبله، الفعل اللي عندك مو بأساسي إنما to be is are was where always تجي بعده. نفس الشيء هنا، نفس الشيء هنا is هي الفعل الأساسي، إذا الفريكوينسي وين بيكون؟ بيكون مباشرة بعده خلاص. طبعا هذه seldom never غلط، rarely never غلط، ever never غلط. يعني أصلا هذا السؤال سهل، ليش؟ لأنه حاط لك أشياء غلط. hardly ever هي الوحيدة الصحيحة. شوفي rarely مفروض تجي لحالها، seldom لحالها، never هذه هي. never هو اللي هو حاطها لي، never وينها؟ حاطها مع rarely غلط، مفروض تكون لحالها. لو قال never ever أو not ever بتصير صح. ever ever ذي أقدر أنفيها، أقدر أحط قبلها نفي، لكن هنا لا، ما قال لي never ever كمان بتصير صح، قال لي ever never، هذه غلط خلاص. شوفيها هذه ever، ever تقدرين تحطين قبلها نفي. أي شيء غير ever من الأشياء المنفية ما تحطين قبلها نفي. هذه ever تقدرين تحطين قبلها نفي. never لا، not ever مرة ثانية حط قبلها نفي. never ممكن بس تحطين قبلها almost بس. طيب فهذه الخيارات أصلا كلها غلط، واضح إنها hardly ever. طب عرفتي الحين الفريكوينسي ركزي عليها. is الverb to be لما يجي إن الفريكوينسي راح يكون بعده. لو كان فعل أساسي راح يجي الفريكوينسي قبله. طيب نكمل. at the moment يعني الآن، مريم at the quiz، إذا is looking. ليش؟ لأن أقول لك at the moment، ما في looking لأن ما في قبلها verb to be بتكون غلط. looks قلنا لا، أبغى progressive لأنه قاعد يحصل في هذه اللحظة. إذا عندك ذول الخيارين. and tries لا، and إذا جت الفعل اللي قبلها لازم يكون نفس زمن الفعل اللي بعدها. فtrying حتى لو ما قبله verb to be، دامك ذكرتي الverb to be مرة مو بلازم تذكرينه مرة ثانية. فهذه غلط لأن مرة استعمل لي present progressive بعدين حط and، رغم ذلك ما استعمل نفس التنس، حط لك present symbol. طيب الصفحة الثانية. أريج doesn't remember to bring her grammar book to class. She forgets. forgets. present symbol. present symbol يا بنات يعني إيش؟ يعني شيء حقيقي عنها، طبع، عادة، شيء مو بمتغير. it at home. at least once a week. يعني ثاني مرة يأكد إنه هذا الشيء مستمر. فهي doesn't إيش؟ ما راح تحطين doesn't never. أصلاً غلط تنفين النيفر، غلط تنفين السيلدم لأنها نيجاتيف. لكن لو كان من الخيارات عندك ever بتصير صح لو تحطين أريج doesn't ever، جراماتيكلي صح. لكن في الجملة هذه بيكون غلط. ليش؟ لأنك لو قلتي أريج doesn't ever remember يعني هي doesn't ever remember إنها دائماً ما تنسى تجيب كتابها. بعدين هنا يقول لك تنسى تجيب كتابها مرة كل أسبوع، فهنا كأنك تقولين ما عمرها تنسى لو حطيتي doesn't ever. لازم تفهمين الجملة خلاص. فإذا أنت راح تنفين شيء مثبت always ولا sometimes، هنا تختارين وش الأصح. الأصح always، إنها أريج doesn't always remember يعني دائما ما تتذكر. لو حطيتي doesn't ever بتصير كأنك تقولين دائما ما، إنها ما تتذكر، لخبطة صح، لكنها بتصير مناقضة لهذه الجملة. إذن always هي الأصح. مثل ما قلت لك sometimes، هنا بتختارين وش الأصح، يعني ما تجي تقول